بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في جامعة رشد الافتراضية في دورة مهارات التفكير الإبداعي. معكم الدكتورة منى طمان. توقفنا عند الجزء الثالث من دورة مهارات التفكير الإبداعي، وهذا الجزء اللي بيتكلم عن التفاعل، وهذا الجزء من الأجزاء المهمة جدا في مهارات التفكير الإبداعي، وهو التفاعل أو الخاصة بالتفاعل، أي التفاعل ما بين شخصين مثلا، أو عندما يكون هناك مشكلة أو يكون هناك جدال أو نقاش. فعملية حسم هذا الجدال والنقاش تحتاج بشكل كبير جدا إلى مهارات تفكير وإلى تقديم أدلة وبراهين. فكيفية تقديم الأدلة والبراهين والإثباتات هي تكون بشكل صحيح وبشكل مقنع للطرف الآخر، فهذا من ضمن مهارات التفكير المهمة جدا اللي بيحتاجها الإنسان في التفاعل مع الآخرين. طيب، أول شيء أو أول أداة بالنسبة في جزء التفاعل، وهي بس الأول التحقق من الطرفين E B S أو X Mind Both Sides، كيفية التحقق بين الطرفين. طبعا التفاعل بيكون ما بين طرفين أو مجموعة من الأطراف، فلنفرض أن هناك قضية معينة فيها نقاش أو جدال، أو هناك مثلا موضوع، الموضوع ده في حوار ووصل هذا الحوار إلى النقاش والجدال. حتى يتم حسم هذا الجدال، فكل طرف بيحاول من الأطراف المشاركة بيحاول إن هو يثبت وجهة نظره، أو يثبت بمعنى أصح صحة كلامه. فإثبات صحة الكلام أو إثبات وجهة النظر ما يحتاج إلى تفكير، طبعا الموضوع ما بيكونش عشوائي، وخاصة إذا هنتكلم على حقائق علمية، وعلى هنتكلم على مثلا معلومات علمية أو إثباتات كونية أو حتى رأي عام مثلا، فمحتاجين أو يحتاج كل طرف من الطرفين إن هو يقدم الأدلة والبراهين اللي تثبت صحة كلامه أو صحة وجهة نظره. فالتحقق من الطرفين، هنتعرف الآن كيف يقوم كل طرف بتقديم الأدلة وإثباتات أو البراهين، إحنا بنقول عليها البرهان، وكيف يكون هذا البرهان حقيقي واقعي، بحيث لو كل الطرف الآخر يقتنع به، أو حتى يعني هنا مش شرط حسم الجدال يكون في إن أنا مثلا مقتنع برأيي فهذا هو ده الرأي الصح، أو أفرض رأيي على الرأي الآخر أيا كان بقى، كان صحيح أو خطأ. لا، على فكرة دي مشكلة كبيرة جدا في عملية النقاش والحوار. الحوار والنقاش القائم على أسس علمية صحيحة أو الراقي، أو اللي احنا بنقول فيه حكمة وفيه مرونة، المفروض إن أنا وجهات نظر الآخرين، ودي أداة احنا درسناها في المستوى الثاني، يعني اللي هو احترام وجهات نظر الآخرين. إذن بالتالي هنا احترام وجهات نظر الآخرين، أيضا إن لو الطرف الثاني البراهين التي قدمها الطرف الثاني كانت براهين صحيحة وفي أدلة وإثباتات أقوى من البراهين اللي أنا قدمتها، فبالتالي إيه المشكلة إن أنا أقتنع بوجهة نظر الآخر طالما هو قدم البراهين الصحيحة اللي تؤكد كلامه. فهنا الفكرة من هذا الجزء تفاعل، يبقى فيه تفاعل. التفاعل يعني يحتاج مرونة مش مشدات ومشاحنات. فإذا هنا النقطة إن لو أنا البراهين التي قدمها الطرف الآخر أقوى من البراهين التي أنا أقدمها وفيها توثيقات أقدر، فبالتالي إيه المشكلة أو ليه لأ إن إحنا نقتنع بالطرف الآخر، وهذا هو الهدف الرئيسي. الجدال والاختلاف والشجار والمنازعات دايما بيكون في طرفان، كل منهم بيعتقد ان هو على حق والاخر على باطل دايما، حتى لو احنا بنتكلم مع ابنائنا، حتى لو الزوج مع الزوجة، حتى لو اتنين زملاء في العمل، كل طرف من الطرفان اللي بيكونوا في الجدال، كل منهم بيعتقد ان هو على حق والاخر على باطل، يعني اما مع او ضد. ففي يوم من الايام اختلف الناس، فمنهم من قال بأن الأرض مستوية، ومنهم من قال بأن الأرض كروية، ده حصلت، دي حقيقة علمية. وأيضا اختلفوا، فمنهم من قال إن الأرض مركز الكون، ومنهم من قال إن الشمس مركز الكون، دي حقيقة علمية واختلف الناس فيها. وجاءت أيضا أوقات طلب فيها العمال بزيادة في الأجر، وأصر أصحاب العمل على عدم صرف الزيادة، فحصل شجار ونقاش ومنازعات. في مثل هذه الجدالات بينصرف كل طرف إلى ما يعتقده، كل واحد بيبقى متمسك برأيه،
شايف ان رأيه هو الصح 100% ولا يقبل 1% شك، والرأي الآخر هو خطأ تماما ولا يقبل 1% صحة من الصحة. فبالتالي هنا بيحصل عملية الإيه؟ الجدال. و فكل طرف لا يهتم بأن هو يسمع أصلا الطرف الثاني. وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا اللي بتسبب المشاكل والمنازعات والاختلافات الكبيرة، وممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا يعني. طيب، كم من الناس يتحقق من جانبي المسألة؟ يعني كم واحد بقى يقول لا كده، يبدأ يفكر بحكمة؟ وده أيضا يعني الحكمة والتريث والتفكر دي كلها من أهمية دراسة الكورت، أو دراسة مادة دورة مهارات التفكير الإبداعي اللي أنتوا بتدرسوها الآن. يعني أهميتها إن هي الإنسان يبقى عنده تدبر وتفكر وحكمة في حسم الأمور. طيب، كم واحد من الناس في مثل هذه المنازعات بيريد أن يتحقق من جانبي المسألة، يتحقق من وجهة نظره هو، يتأكد من كلامه اللي هو متمسك بيه بدرجة كبيرة، يتأكد من كلامه كان صح، وأيضا يتأكد من كلام الطرف الثاني ومن صحته، يعني يضع نفسه مكان خصمه، يضع نفسه مكان الطرف الثاني وينظر للأمر من زاويته. فطبعا قليل، لكن هنا هذه الدورة تدعونا إن إحنا نفعل ذلك. طبعا هذا الشيء غير مألوف، لأن الناس إن هو التحقق من طرفين ده شيء غير مألوف. بتلاقي قليل أو الأقلية هم اللي بإيه، أو عدد قليل من الناس هم الذين يتبعون هذا الجزء اللي هم عندهم حكمة. لكن لما تيجي تقول للناس إن إحنا نتحقق من الطرفين، فهذا الشيء يعتبر غير مألوف، لأن الناس خلال النقاش يتلهفون لإثبات وجهة نظره، بيكونوا في نوع من أنواع الحدة، نوع من أنواع الغضب، كل واحد يعني يريد أن يثبت أنه على حق حتى لو هو على باطل. هو بس كل الهم أو كل شغله أنه يثبت على حق، أنه على حق، والطرف الثاني بيكون على باطل. فبالتالي هم يعلمون أنهم على حق، فلماذا يزعجون أنفسهم؟ ليه بقى أنه هو يزعج نفسه ويهتم ويستمع للطرف الآخر من الأساس؟ فطبعا ده شيء خطأ بشكل كبير. وفي أوقات أخرى قد يتعرض المرء لهجوم حاد من الطرف الآخر. يعني ممكن في أوقات تانية الإنسان، حصلت لنا كتير إن إحنا ممكن نتعرض لهجوم حاد من الطرف الآخر، بحيث لا توجد عنده الرغبة ولا الوقت للتحقق من رأي الخصم أصلا. يعني مش عندنا رغبة أساسا إن إحنا نسمع للطرف التاني ولا نتحقق من وجهة نظره. لكن لو كل واحد وضع نفسه مكان الطرف التاني ووضع نفسه في زاوية الطرف الثاني، فبالتالي هيقيم الموضوع بشكل مختلف. عملية التحقق من الطرفين تتطلب أن يتحقق الشخص من وجهتي نظر الطرفين، من الاثنين، من وجهة نظره هو، من الشيء اللي هو مقتنع تماماً بشكل غيبي أو بدون تفكر أو بدون تعمق بالتفكير، هو مقتنع برأيه بس، وفي نفس الوقت يتحقق من رأي الطرف الآخر. فبالتالي دي موضوع أو دي طريقة أو دي أو هذه هي عملية التحقق من الطرفين. المشاركون في النقاش عليهم أن ينظروا في رأي الخصم، حيث أنه من المفترض أنهم يعرفون وجهة نظرهم الخاصة، يعني مفترض. لكن للأسف برضو في ناس ما بتكونش عارفة أصلاً، أو ما يكونش عندها الإثباتات والبراهين اللي تثبت صحة وجهة نظرهم اللي هم متمسكين بها جداً جداً جداً. وفي نفس الوقت مهم جدا ان احنا ننظر الى وجهة نظر الطرف الاخر واللي احنا بنقول عليه الخصم يعني، ونتحقق من اثباتاته. مع الامثله طبعا اكيد الموضوع هيكون اوضح بشكل كبير وهنفهمه بشكل اوسع. المثال الاول بيقول ان ده رايي، يعني رايي بيقول هل من الافضل ان تعيش في المدينه ام في الريف؟ يعني لو احنا سالنا اي حد، طبعا كل الدول فيها مدن وفيها ارياف، فهل من الأفضل أن تعيش في المدينة أم الريف؟ لو حد سألك السؤال ده، فلو حد عايش في الريف ممكن يقول لا، يعني هو خلاص شاف الريف وكده، لكن ويؤيد المدينة، والعكس كل واحد شاف سلبيات الحاجة اللي هو فيها ويؤيد العكس. وممكن واحد اللي عايش في الريف وعايش مثلا عيشة كويسة أو عجمة بتاعها، فبالتالي هو بيؤيد. فهي بتختلف من وجهات النظر.
الموضوع مش موضوع مدن أو ريف، الموضوع فكرة إنه كيف إن الإنسان ده اللي هيجاوب رأيه إيه، سواء خلال التجربة الشخصية طبعا أو من خلال التجارب الآخرين. فالطرف الأول مع العيش في الريف وضد العيش في المدينة، والطرف الثاني مع العيش في المدينة ضد العيش في الريف، ده أكيد ده كده الخصمين. كيف يتم بقى التحقق من الطرفين حتى نصل في هذا الجدال إلى أيهما أفضل حقيقة، أيهما أفضل بشكل عملي وبشكل منطقي؟ طيب خلينا كده نفكر، يا ريت نفكر مع بعض. لو الإنسان أو لو حد منكم يقول اللي هو مع الرأي الأول مع العيش في الريف، يا ريت يقدم البراهين أو يكتب الأسباب إن هو مع هذا الرأي، واللي منكم ضد العيش في المدينة يكتب أيضا الأسباب اللي هي تؤكد هذا الرأي. أنتظر منكم التفكير، نفس ما قلت لكم إن دورة مهارات تفكير، فمهم جدا إنكم تفكروا حتى لو الموضوع ما يخصكمش أصلا. يعني ممكن كل واحد يقول أنا أصلا لا هعيش في المدينة، أنا قاعد في الريف، أو حد منكم في المدينة فيقول أنا ولا مرة هفكر إن أنا أعيش في الريف. لكن إحنا بندرب مهارات التفكير، كيف يتم التحقق من الطرفين، كيف نصل إلى الإجابة الصحيحة أو نحسم هذا الجدال ونأخذ بالرأي الصحيح. فياريت نفكر كده، نفكر ونكتب الإجابة مع نفسنا حتى يتم تدريب الدماغ على مهارة التفكير. هنشوف مع بعض النتائج المقترحة. الجانب الأول، رأي الجانب الأول هيقول إيه؟ أكيد هيقول إن الريف، إن هو اللي هو مع العيش في الريف، هيقول إن في الريف هواء أنقى وتلوث أقل، أسعار أكثر انخفاضاً، الأسعار في الأرياف بتكون منخفضة أكثر، الناس أكثر وداً في الأرياف، أفضل بالنسبة للأطفال وأكثر هدوءاً. ده بالنسبة للجانب الأول اللي بيحاول يقنع الطرف الثاني أن العيش في الأرياف أفضل من العيش في المدينة. تعالوا كده نشوف الجانب الآخر، هيقول إن الريف ممل، من السهل أو من الأسهل الحصول على الوظيفة في المدينة، يكتسب الفرد في المدينة أصدقاء أكثر، المحلات التجارية أفضل في المدينة، فبالتالي هذه الأدلة اللي بيقدمها هذا الطرف للعيش في الأرياف. هنا كده عملنا عملية إيه؟ تحقق من الطرفين، كل واحد قدم الأدلة والبراهين. طيب أي رأي فيهم صح بقى؟ ده بيعتمد على المستمع، أنا الشخص اللي بحاول أقارن ما بين الاتنين. فإذا لو أنا اقتنعت بالرأي الأول وشفت المميزات التي قدمها الرأي الأول في الأرياف واقتنعت بيها وأنا محتاج هذه المميزات، فإذا خلاص هرشح إن أنا أعيش في الأرياف. أما إذا أنا اقتنعت بالرأي الثاني وشفت إن هذه المميزات دي أحتاجها فعلا، يعني بالنسبة لي أهم، هنا بقى هندخل في الأولويات المهمة الأولى. نفس ما قلت لكم إن كل الأدوات بتكمل بعضها، كل الأدوات بنستخدمها، يعني دي مهارات تفكير، فلازم إن إحنا نستخدم معظم الأدوات اللي إحنا تعلمناها على حسب الموقف. هنا بقى هناخد إيه؟ هنطبق أداة الأولويات المهمة الأولى. فبالنسبة للإنسان اللي بيسمع أو اللي بيحاول يقنع أو يقتنع برأي الآخر، فبالتالي هنا بيشوف إيه هي الأولويات المهمة. هل الأولويات المهمة الأولى بالنسبة له إن هو يكتسب أفراد وأصدقاء أكثر من المدينة، فبالتالي هيفضل إن هو يعيش في المدينة. هل بيبحث عن المحلات التجارية أو هو ما عندوش أصلا وظيفة وما عندوش مشروع يشتغل عليه في الأرياف؟ يعني الأرياف بتحتاج أكتر إن الإنسان يبقى عنده مشروع قائم وبيبقى له مصدر دخل، فبالتالي خلاص هو مش هيحتاج للعمل في وظيفة أو يبحث عن وظيفة في المدينة. طيب فإذا هنا إيه؟ فهيفضل إن هو يبقى في الأرياف. فإذا الناس تقول لي طب الاثنين، كل واحد أو كل طرف قدم ما يحقق أو ما يثبت رأيه، صحة رأيه، فالاختيار كيف يكون؟ هنا بقى الاختيار، إحنا أخذنا أدوات إن إحنا حلل قارن، صح كده؟ حلل قارن والأولويات المهمة الأولى وهكذا، فبالتالي هنستخدم أدوات الجزء الثاني لإثباتها صحة هذه التحقق من الطرفين. هناخد مثال آخر. المثال بيقول إيه؟ من الأفضل عودة العقاب البدني في المدارس.
في طبعا طرفين، في ناس هتؤيد هذا الرأي وفي ناس ضد هذا الرأي. تحقق من الطرفين حول هذه القضية. أنتظر منكم أنكم تكتبوا تحقق لكل طرف، يعني أنتوا هتحطوا نفسكم مكان الطرفين، مكان الطرف اللي معه ومكان الطرف اللي ضد، وهتقدموا إيه هي الأدلة اللي تثبت رأي الطرف الأول والأدلة التي تثبت صحة رأي الطرف الثاني، يعني أنتوا هتحطوا نفسكم مكان الاثنين. طيب أنتظر منكم الآن أن احنا نفكر، ياريت نكتب في ورقة، حتى اللي بيسمعنا من خلال القناة على اليوتيوب أيضا ياريت يشارك، لأن ده برنامج تفاعلي، ده تدريب على مهارات. فهديكم كده نص دقيقة نحن نكتب الطرفين أو نكتب وجهة نظر الطرفين. فهذا التحقق من الطرفين. طيب بعد ما كتبنا، هنشوف كده النتائج المقترحة للإجابة على هذا المثال. النتائج المقترحة طبعا أكيد إجابتكم صحيحة، ولكن إحنا بنقترح بعض النتائج ونشوف كيف تم التحقق من الطرفين. يعني مثلا إحنا ليه بنتدرب على التحقق من الطرفين؟ ليه بنتدرب على إن إحنا نكتب إثباتات وبراهين لصحة أو لإثبات صحة نظر الطرف الأول، وأيضا نكتب حقائق وبراهين لإثبات صحة نظر الطرف الثاني، حتى أنتم ممكن مثلا تبقوا محكمين، ممكن حد منكم يبقى محكم في قضية معينة، أو يكون حد فاصل ما بين شجار أو بين منازعات طرف، إن هو المفروض إن هو يقوم بإدارة حوار مثلا في نقاش معين. فمهم جدا إنكم تتدربوا على مثل هذه الأداة، لأنها هتفيدكم جدا إنكم تقدروا تفسروا وجهة نظر كل طرف من طرفي اللي داخلين في عملية الجدال أو النقاش، فبالتالي هيكون عندكم القدرة على فصل هذا الجدال والنقاش. فدي نقطة مهمة جدا. أحيانا لو إحنا مدرسين فبيحصل مشاجرة ما بين الطلاب، فمهم إن إحنا نسمع الطرفين ونثبت وجهة نظر الأول ونسمع وجهة نظر الثاني ونبدأ نحكم. إحنا الآباء والأمهات في المنزل أيضا بيبقى في شجار ما بين الأبناء، محتاجين إن إحنا نسمع وجهتي نظر الطرفين حتى نثبت مين اللي أصح أو مين اللي على حق. بتقابلنا جدا المواقف دي إن أنتوا تكونوا طرف محايد للفصل في نزاع أو مشاجرات بين طرفين. ممكن في العمل أيضا اتنين من الزملاء في شجار، فأنتوا محتاج إنك تفصل هذا الإيه أو تحسم هذا الشجار والجدال. فإذا هنا الجانب الأول اللي مع العملية الضرب أو العقاب، فهنا بيقول إن الطالب أصبح أكثر جراءة على معلمي بعد منع العقاب البدني. ده الناس، ده طرف الإيه بيؤيد العقاب. يقول أيضا أن الطالب أصبح لا يهتم بالواجبات لعدم وجود العقاب البدني. الطالب أصبح قليل الأدب ولا يوجد شيء يردعه، فهو بيؤيد عملية الإيه عودة العقاب بالضرب في المدارس. ده وجهة نظر الطرف الأول. طب وجهة نظر الطرف الثاني اللي هو ضد العقاب البدني، فبيقول إن المعلم الضعيف هو الذي لا يملك سلاح للضبط غير العصبي، وإن الطالب أصبح لا يعاقب بدنيا في منزله فكيف يتقبلها في مدرسته، وإن التربية بالعقاب البدني لا يبقى منها سوى الألم والذكريات المؤلمة. الطرفين صح، أو وجهة نظر الطرفين مقنعة، ولكن هنا احنا بنبدأ إيه نرجع في هذه الحالة بقى إلى حقائق علمية، أو إيه الآثار السلبية للضرب من الجانب بقى العلمي، من الجانب النفسي، من الجانب التربوي. هل فعلاً الضرب بيجيب نتيجة في العملية التربوية أم لا؟ فإذا هنبقى نرجع لحقائق وإثباتات، فبالتالي هنقدر نميز أي طرف هو الأصح. فكده بتكون عملية التحقق من الطرفين إن إحنا بنبدأ نشوف إيه هي الإثباتات لكل طرف. طيب لو أنا جزء في هذا النقاش،
وأنا طرف في هذا الحوار، فبالتالي بعمل نفس العملية، لازم أعمل نفس العملية، بجيب أو بكتب أو بحاول إن أنا أستحضر إيه هي الإثباتات اللي تحقق أو الحقائق اللي تثبت وجهة نظري، وفي نفس الوقت أضع نفسي مكان الطرف الثاني وأرى من منظوره، وأبدأ أشوف إيه هي الإثباتات اللي الطرف الثاني بيثبت بيها صحة كلامي أو صحة رأيي. ففي هذه الحالة هنستطيع أن احنا نحسم الأمور ونحسم الجدال بشكل منطقي. يبقى دي بنسميها أداة التحقق من الطرفين، بنتدرب فيها بشكل كبير على كيفية الرؤية أو النظر بوجهة نظر أو من منظورين، من منظوري أنا الشخصي صاحب الرأي ومنظور الخصم اللي هو صاحب الرأي الثاني، وبالتالي على حسب بقى الأولويات المهمة الأولى بنختار أي وجهة نظر هي الإيه أكثر صحة. الأداة الثانية البرهان. البرهان وأنواع البرهان. البرهان إحنا نبدأ بقى هنا حتى نتحقق من الطرفين، فإحنا بنقدم برهان، الإثباتات دي بنسميها البرهان. فالبرهان أنواع، إحنا مهم جدا إن إحنا كيف نبحث أو كيف نقدم البرهان الصحيح اللي أنا متأكدة منه، اللي ما يكونش فيه مغالطة، طيب، أو ما يدخلناش في عمليات جدال أخرى. يعني أحيانا البرهان اللي إحنا بنقدمه ممكن هو يكون أصلا مصدر لجدال ونقاش آخر، فلا، كيف نقدم البرهان الصحيح اللي أكون واثقة فيه، فبالتالي يثبت بشكل كبير صحة رأيي. فإذا بنعرف مع بعض أنواع البرهان. البرهان نوعان، البرهان له نوعين. كلمة البرهان أصلا اصطلاح عام بيشمل النقاط والآراء والأفكار، يعني هو مصطلح عام، مش لازم براهين يعني إثباتات وحقائق وأدلة، لا، ده ممكن رأي، فالرأي ده بنسميه برهان، فكرة بنسميها برهان، الفكرة المساندة أيضا بنسميها برهان، يعني مش لازم قوانين وحقائق علمية عشان نقول عليها برهان. طيب بيستخدم في إيه؟ بيستخدم لإثبات وجهة نظر ما، ويتعلق هذا الدرس بدراسة طبيعة أو نوع الذي يمكن أن يستخدم، لأن البرهان أنواع، فبيتم تصنيف البرهان بينقسم إلى قسمين، إما أن يكون رأي أو يكون حقيقة. فلو سألتكم إيه اللي أنت تفضله وإيه اللي أنتم تقتنعوا به أكتر، الرأي أم الحقيقة؟ أكيد كلنا هنقتنع أكتر بالحقيقة، لأن الحقيقة بيكون لها إيه؟ بيكون لها دراسات وبيكون لها إحصائيات وبيكون لها إثباتات أصلاً، فهي تبقى حقيقة، لكن الرأي بيكون مجرد رأي. فبالتالي لما نقدم البرهان اللي احنا بنقدمه يكون حقيقة أو من نوع حقيقة، فبيكون أفضل في إثبات وجهة نظري أو إثبات صحة وجهة النظر. فعشان كده احنا بنتعلم أنواع البراهين، بحيث لما نيجي نقدم برهان إذا كان مجرد رأي فبالتالي مش هيبقى مقنع بشكل كبير مثلما يكون البرهان حقيقة. طيب فالرأي بيشمل، الرأي العادي بيعتمد، ممكن يشمل الشعور، التحيز، الاعتقاد، التخمين، كل ده رأي. أما الحقيقة فبتشمل الحقيقة العادية أو التجربة الشخصية، يعني ممكن التجربة الشخصية ده رأي، لا، التجربة الشخصية دي حقيقة لأن شيء تم فعله وله نتائج، فبالتالي النتائج واضحة، فهنا بنسميها حقيقة. التجربة العامة طبعا، التجربة العامة لما يكون هذا التجربة مر بها مجموعة من الأشخاص أيضا فبتكون حقيقة. والأمثلة الحقيقية، الأمثلة الحقيقية اللي هي مثلا أمثلة في حياة الإنسان بشكل عام، في حياة الشعوب، فدي بنسميها الأمثلة الحقيقية. يبقى إذن الرأي بيعتمد أكتر على الشعور، على التحيز، على الاعتقاد. أما الحقيقة فبتكون الحقيقة العادية، وبتكون ممكن تكون تجربة شخصية، تجربة عامة، وأمثلة حقيقية من الحياة. فعندما نعرف الفرق أو نتعرف على كيفية التمييز ما بين الرأي والحقيقة أو كيف يكون البرهان رأي أو حقيقة، فبالتالي هيساعدنا بشكل كبير إن إحنا لما نيجي نقدم برهان لإثبات صحة وجهة نظرنا، فنبحث أولاً عن إن هو يكون هذا البرهان من نوع حقيقة. أيضاً لما نيجي نتحقق من الطرفين ونقارن وجهتي النظر، لما نكون إحنا بقى عنصر أو حد محايد أو
شخص يفصل الجدال ما بين طرفين، فبالتالي لما نتحقق من الطرفين نقدر نميز ما بين البراهين اللي قدمها كل طرف أو البرهان اللي قدمه كل طرف، إذا كان هذا البرهان رأي أم حقيقة. وطبعا عندما يكون حقيقة فهيساعدنا بشكل أكبر إن إحنا نكون أو نحسم الموضوع لصالح طرف معين، تمام. فدي نقطة مهمة جدا إن إحنا نميز ما بين البرهان أو أنواع البرهان. طيب ما الهدف الرئيسي من هذه الأداة؟ الهدف الرئيسي من تصنيف البرهان بهذه الصورة هو جعل الطلبة ينظرون إلى الدليل بصورة حيادية، إنك أنت كشخص محايد أو شخص تصل للنزاع بتنظر للدليل أو الأدلة اللي قدمها كل طرف بالشكل بصورة حيادية. فلما عندما تعرف نوع وليس إن كانوا يوافقون عليه أم لا، يعني مهم جدا إنك تعرف النوع سواء كنت موافق أم لا، فده هدف ثانوي لتصنيف البرهان. والتفريق بين الحقيقة والرأي مهم جدا، إن إحنا نفرق بين البرهان اللي إحنا بنقدمه أو البرهان اللي إحنا مستمعين ليه من الطرف الآخر أو حتى من الطرفين. مهم جدا إن إحنا نميز إذا كان حقيقة أم رأي، فالحقائق لها تطبيق عالمي ويتفق الجميع على أنها شيء لا يحب إنكاره أو لا يجب إنكاره أبدا، خلاص بيبقى شيء لا جدال عليه، زي ما نقول كده ما فيش نقاش، ده حقيقة ما فيش نقاش، لأن له تطبيقات عالمية أو حتى تطبيقات جديدة. فعلينا التركيز هنا لنرى أن إن كانت الحقيقة صحيحة وهل تستخدم بشكل صحيح أم لا. فمهم جدا لحسم الجدال أو إن إحنا نقدم إثباتات، فيبقى هذا يكون عبارة عن عبارة عن رأي، أن يكون البرهان حقيقة. طيب في الواقع العملي تحتاج الحقائق إلى تفحص والآراء إلى ملاحظات، يعني إذا حقيقة فبنحتاج إلى تفحص، وأكيد الحقائق بيكون لها مراجع، يعني سواء كتب سواء نظريات، يبقى الحقائق بتحتاج إلى تفحص لإثبات إن هي فعلا حقيقة. أما الرأي، هل في ناس تقول لي طيب لو رأي مش هنتخذ بيه أو مش هيعتد بيه؟ لا، الرأي يحتاج إلى ملاحظة أكتر، فإذن الآراء بتحتاج إلى ملاحظات لكن الحقائق بتحتاج إلى تفحص. فالحقائق في هذا الدرس هي الأحداث التي حصلت فعلا، وهذا بيشمل الحقائق، ممكن تشمل أحداث حصلت بالفعل، أرقام، بيانات، تجارب فعلية أو تجارب عامة أو تجربة شخصية، فده حقائق. فمثال مثلا تعرضت لحادث تصادم سيارة أمس، أم تفسير التجربة فقط يكون رأيا، يبقى تجربة فعلية أن حد حصل له فعلا، تجربة شخصية. أما تفسير التجربة فقد يكون رأي، كنت محظوظا لأنني لم أمت في الحادث فده رأي، واضح. فالتجربة أو الحقائق بتكون حاجة فعلية، بيكون شيء فعلي، أما الرأي فبيكون وجهة نظر. وليس هناك فائدة في التقسيم والتصنيف الدقيق في هذا الدرس، فإن كان الشيء ذاتيا كان رأيا، وإن كان موضوعا فهو حقيقة، يعني لو الشيء وجهة نظر ذاتية فهو رأي، أما إن كان موضوعا عاما فهو بيكون حقيقة. طيب خلينا نعرف أكثر من خلال الأمثلة. المثال يقول يؤدي الشابان في الكثير من البلدان خدمة عسكرية إجبارية بعد التخرج، يعني بعض البلدان أو معظم البلدان اللي هي الخدمة العسكرية بعد التخرج سواء من جامعة أو من المدرسة. فهل تعتقد أن هذه فكرة جيدة؟ يعني إحنا لو سألناك هل أنت مع أم ضد الخدمة العسكرية؟ طبعاً مع تقديم البرهان، ومن هنا ومن البرهان اللي إحنا هتكتبوه أو البرهان اللي هتقدموه تقولوا إذا كان هذا رأي أم حقيقة. يبقى إحنا هنتقدموا برهان، نفس الشيء هنتحقق من الطرفين، كل واحد منكم هيكتب في ورقة الأدلة أو البراهين لكل طرف، يعني أنت هتكون مكان الطرفين معه وتقدم الأدلة للطرف اللي معه أو ضد، وهتقدم الأدلة للطرف اللي ضد. طيب ومن خلال هذه الأدلة بتكتب أو بتحدد أو بتصنف الأدلة أو الدليل اللي أنت قدمته ده، سواء كان رأي أم
حقيقة. يبقى احنا كده بنتحقق من الطرفين وبنوزع او بنصنف الآراء او بنصنف البراهين اللي انتوا كاتبينها لكل طرف، اذا كان برهان ده رأي ام حقيقة. عنديكم برضو دقيقة انكم تحاولوا تكتبوا النتائج، عشان قبل ما اعرض النتائج المقترحة تكونوا انتوا فكرتوا في الموضوع. يعني انا لو عرضت النتائج المقترحة مباشرة مش هديكم فرصة انكم تفكروا، حتى لو انتم مستمعين للمحاضرة من خلال اليوتيوب تطبقوا برضو معانا. يا ريت تطبقوا، بتكتبوا بتحط نفسك مكان الطرفين، اذا مع الخدمة العسكرية بعد المدارس او الإجبارية بعد التخرج، اذا مع فبتكتب ايه البراهين اللي تثبت صحة هذا الكلام، وايضا ضمن نفسك انك ضد. انا مش باخد رأيكم، بتحط نفسك مكان الطرفين وبتكتب البراهين، وكل برهان بتكتب جنبه إذا كان رأي أم حقيقة. فهنتظر منكم كده دقيقة تفكروا وتكتبهم، وبعد كده نشوف النتائج المقترحة. بعد ما فكرتم كل واحد كده حاول يشوف ايه هي البراهين اللي هيقدمها كل طرف وانواع البرهان، هنشوف النتائج المقترحة مع بعض. طبعا اجابتكم صحيحة. الجانب الاول بيقول ان هو سيحصل اللي مع الخدمة العسكرية الإجبارية. طيب فايه البراهين اللي اثبات صحة هذا الرأي؟ هو مع الخدمة العسكرية الإجبارية بعد التخرج. فممكن من هيقول إن سيحصل جميع الشباب على تدريب عسكري. ده رأي أم حقيقة؟ ده حقيقة. ليه؟ لأن هي حاجة فعلية، حاجة عملية فعلاً، اللي بيروحوا الخدمة العسكرية بياخدوا تدريب عسكري، فدي ما فيهاش نقاش، يبقى دي حقيقة. طيب بدون الخدمة الإجبارية لن يكون هناك متطوع بشكل كبير للجيش. فده رأي، لأن ممكن يكون في متطوعين. يعني هو رأيه بيقول إن مش هيكون في متطوعين، لا، وفي ناس تقول لا ممكن يكون في متطوعين، وبالحقيقة يعني هيكون في متطوعين. فده يبقى إيه رأي؟ ليه؟ لأنه بيحتمل الصحة أم الخطأ. لكن التدريب، إن هم بيحصلوا على تدريب، لا، دي حقيقة، وبناء على التجارب الإيه العملية العامة أو التجربة العامة. أيضا اللي من الناس اللي بيؤيد هيقول إن هو شيء مناسب للشباب لأنه يعلمهم بعض النظام. ده رأي. ليه؟ لأن في ناس تقول لا، دي حقيقة إن هو بيعلم النظام. فممكن هو بيعلم النظام وقت فترة الخدمة، لكن بعد ما بينتهي الخدمة بيرجع الشخص شخص إيه طبيعي، على حسب العادات اليومية اللي هو بيمارسها. فمش موضوع ان هو طالما هو كان بيتعلم النظام داخل الخدمه العسكريه فهيبقى كده على طول، لا، في ناس لا بتتغير، فده بنسميه راي. ايضا من البراهين هو فتره انقطاع مناسبه ما بين المدرسه وما ياتي بعدها، او بين المدرسه وبين العمل، او بين التخرج وبين العمل. دي فتره انقطاع، هي فعلا حقيقه، هي فعلا فتره انقطاع. ما فيش حد بيبقى ايه بيدرس او بيكمل دراسه وقت أو بيشتغل وهو في الخدمة العسكرية أثناء فترة الخدمة أو تأدية الخدمة العسكرية، فدي حقيقة. كونك إنك تقدر تميز ما بين البرهان اللي قدمته ده رأي أم حقيقة، فدي نقطة مهمة جدا، حتى لما نيجي نحسم جدال، فبالتالي إحنا بتبقى عينينا على الحقائق أكتر، على البراهين اللي هي تكون بشكل حقيقة أكثر. كمان هيساعدنا ان احنا لما نيجي نقدم برهان هنبحث عن البراهين اللي هي على شكل حقائق اكثر، لان هي بتبقى مقنعه بنسبه كبيره اكثر من الراي. طيب الناس اللي مع او ضد، الناس اللي هي ضد الخدمه العسكريه، الناس اللي ضد الخدمه العسكريه هتقول او الخدمه العسكريه تقطع التعليم ان كان هناك نيه لمتابعه التعليم. هل ده راي ام حقيقه؟ هل الخدمة العسكرية تقطع التعليم إذا كان، يعني لو الشخص ده أو الشاب
عنده نية لاستمرار التعليم فهي بتقطع التعليم ده. ده رأيي، لأن ممكن الشخص ده في فترات الراحة مثلا يكمل تعليم أونلاين، أو الفترة ما بتبقاش كبيرة بشكل إن هي تقطع التعليم. طب فده مجرد رأي. في ناس ترى إن هي مملة، ده طبعا رأي، مضيعة للوقت في فترة مهمة في الحياة، ده رأي وأم حقيقة؟ هي فعلا فترة مضيعة للوقت؟ لا، ده بيتدربوا وبيتعلموا حاجات وبياخدوا تدريبات وبيغيروا في مهارات شخصية، فده رأي. بعض الأشخاص غير مناسبين للخدمة العسكرية، ده رأي أم حقيقة؟ دي حقيقة، لأن فعلا بيبقى فيه كشف طبي، فبالتالي بيبقى فيه ناس لا تتأهل بسبب في ملاحظات في الكشف الطبي، سواء مثلا النظر أو في أشياء معينة، في مواصفات معينة، فبالتالي في بعض الأشخاص فعلا غير مناسبين للخدمة العسكرية، دي حقيقة. فإذن ده نقطة إيه؟ ده طرف الآخر. لم تطور عسكريا البلاد التي فيها الخدمة العسكرية إجبارية، لم تتطور البلاد اللي فيها الخدمة العسكرية إجبارية يعني هنا بمعناها إن البلاد التي لم يكن فيها خدمة عسكرية لم تتطور عسكريا. البلاد التي لم يكن فيها خدمة عسكرية إجبارية لم تتطور عسكريا، فدي طبعا إيه بنسميها حقيقة، لأن لما تكون الخدمة إجبارية فبالتالي بيحصل تطور عسكري، تدريبات، ودايما بيطوروا في عملية التدريب. بس هنا دي النتائج المقترحة، ممكن النتائج اللي كل واحد منكم كتبها أيضا بتكون صحيحة، لأن هنا الموضوع بيختلف إيه آراء، طالما دخل في رأي فهيكون في اختلافات، والحقائق أيضا في حقائق تانية أخرى كثيرة لإثبات وجهة نظر كل طرف. فبالتالي لكن لو لاحظنا إن الحقائق بتكون مقنعة أكتر من الرأي. المثال الثاني بيقول إن من أهم المشاكل التي تواجه التعليم العام، سواء كان بقى في المملكة، أنا بدي مثال مثلا عن المملكة ليه؟ لأن هي مثلا بتكون معظم الدول العربية، لكن بشكل عام من أهم المشاكل التي تواجه التعليم العام في أي دولة عربية هي ممكن تكون كثرة المباني المستأجرة وكثرة عدد الطلاب، سواء سوء إعداد وتأهيل المعلمين. طيب دي براهين بتثبت أن أهم المشاكل التي تواجه التعليم العام في أي دولة كثرة المباني المستأجرة. هل هذا رأي أم حقيقة؟ هل كثرة المباني المستأجرة من أهم المشاكل التي تواجه التعليم العام؟ ده رأي أم حقيقة؟ أنا عايزاكم برضو بينكم تكتبوا كده، وبعد كده هنشوف النتائج المقترحة. كثرة عدد الطلاب، هل كثرة عدد الطلاب من أهم المشاكل التي تواجه التعليم أو التعليم العام يعني؟ ده رأي أم حقيقة؟ سوء إعداد وتأهيل المعلمين، هل هذا رأي أم حقيقة؟ يعني دي كلها براهين بتثبت أهم المشاكل. الحشو الزائد في المناهج، هل هذا رأي أم حقيقة؟ الحشو الزائد في المناهج، هل هذا رأي أم حقيقة؟ خلينا نشوف النتائج المقترحة. كثرة المباني المستأجرة حوالين المدارس، فدي حقيقة فعلا، كثرة المباني من الأسباب فعلا في كل الدول، في مباني كتير، فيعني زيادة المباني المستأجرة فبالتالي ده بيسبب عبء على التعليم العام. كثرة عدد الطلاب، هل كثرة عدد الطلاب من ضمن أسباب أو من أهم مشاكل، هل كثرة عدد الطلاب من أهم مشاكل التعليم العام؟ في ناس تقول ده رأي، لكن هو فعلا رأي، لأن في دول مثلا زي الكويت فبيكون عدد الطلبة في المدرسة في التعليم العام 25 طالب في الفصل. طيب فهو ما يعتبرش
من ضمن الأشكال. في دول تانية الطلبة فيها قليل، فبالتالي ما بيكونش إيه، مش ده السبب الرئيسي. سوء إعداد وتأهيل المعلمين، ده رأي، ليه مش حقيقة؟ لأن في دول فيها أو في إدارات تعليمية بتقوم بإعداد كوادر من المعلمين وتدريبهم بشكل سليم، فده مجرد رأي. ليه؟ طالما هو مش قاعدة عامة، طالما الشيء ده مش قاعدة عامة، فبالتالي بيكون مجرد رأي. الحشو الزائد في المناهج، أيضا الحشو الزائد في المناهج ده، فالمنهج ده شيء مطبق، فده فعلا حقيقة من ضمن أو من أكتر المشاكل في التعليم العام، هو الحشو الزائد في المناهج، لأنه فعلا بيكون سبب رئيسي. حتى لو كان المدرب أو المعلم تم تأهيله بشكل كبير، حتى لو كان عدد الطلبة قليل، ولكن الحشو الزائد هو من ضمن أسباب أو من ضمن مشاكل التعليم العام. يبقى إذن كده إحنا عرفنا أو تدربنا، وياريت إن إحنا دايما نبقى عندنا ملاحظة في أي أدلة إحنا بنقولها لإثبات وجهة نظرنا، أو حتى لما نكون في موقف لحسم جدال ما بين طرفين، أيضا بيكون مهم جدا إن إحنا نعرف نميز ما بين إذا كان هذا الطرف أو هذا الرأي اللي إحنا بنسمعه هذا البرهان رأي أم حقيقة، فهيساعدنا بشكل كبير إننا نحسم الجدال في هذه أو نثبت صحة وجهة نظرنا. طيب إحنا دلوقتي شفنا البراهين، محتاجين إيه بعد كده؟ أو المرحلة اللي بعد كده هي قيم البرهان، عملية التقييم نفسها. تقييم البرهان دي من الأشياء المهمة جدا إن إحنا نبدأ ناخد قرار أو نبدأ نحسم الجدال. يعني سواء أنا كنت طرف بقدم البراهين ولاحظت إن البراهين اللي أنا قدمتها معظمها عبارة عن آراء شخصية، والبراهين اللي قدمها الطرف الثاني معظمها عبارة عن حقائق، فبالتالي هنا إيه اللي بيحصل؟ هنا هنقدر نقيم إذا كان الرأي هو اللي صح ولا رأي الطرف الثاني هو الأصح، مش كده؟ عملية التقييم ساعدنا بشكل كبير في حسم الموضوع. أيضا لما إحنا نبقى طرف في لما نكون إحنا طرف في عملية الجدال أو فصل طرف في فصل الجدال ما بين طرفين، فبالتالي هنا إحنا بنعمل إيه؟ بيكون عندنا قدرة على تقييم أي طرف هو الإيه؟ هو الصح، أي طرف هو اللي على حق. ففي هذه الحالة نقدر نحسم هذا الجدال ما بين الطرفين أو النزاع اللي ما بين الطرفين، نحسمه بشكل منطقي وبشكل إيه؟ وبحكمة أكتر. فعملية تقييم البرهان هنا مهمة. يبقى كل طرف قدم البراهين، هنا التحقق من الطرفين، قدرنا إن إحنا نميز ما بين إذا كان هذا البرهان رأي أم حقيقة. عملية التصنيف دي هتساعدنا إن إحنا نقيم البرهان ونثبت أي طرف من الطرفين هو الإيه؟ الأصح. تقييم البرهان يعني إن إحنا الدرس ده أو بيتعلق بتقييم البرهان أو بقيمة برهان معين بالنسبة للرأي الذي يسانده. طبعاً كلنا نعرف أن في القضايا الجنائية دايماً في القضايا الجنائية في حاجة اسمها مفتاح للبرهان، صح؟ أو مفتاح الحل، أو بنسميه مفتاح الجريمة، يعني بيقولوا عليها مفتاح الجريمة، ده القضايا الجنائية. فالمفتاح ده اللي بتقوم عليه كل قضية، ولو إحنا ما وصلناهوش يبقى هتبقى إيه؟ قضية بتتسجل ضد مجهول، يعني خلاص مش قادرين نثبت لأن دي حاجة جنائية وفيها إعدام مثلا. فبالتالي مهم إن إحنا نكون في مفتاح للبرهان ده بنسبة 100%، ولو في شك واحد هيكون صعب إن إحنا نحكم أو يصدر أو القاضي يصدر حكم. فالمفتاح البرهان قد تم تطبيقه في مواقف الجدال أيضا، يعني إحنا برضو هناك قضايا نقاشية أو قضايا للجدال بتكون صعب جدا، يعني بيوصل الجدال أو بيحتد الجدال بشكل كبير، فليس كل ما يقال على درجة واحدة من الأهمية. فمواقف الجدال اللي بيحتد فيها الجدال ممكن توصل لتشابك، توصل لمعركة أيضا، سواء كان يعني بسبب أن كل طرف من الطرفين وصل أنه هو مقتنع برأيه
ومقتنع بالوجهة نظره بشكل كبير، ولا أبدا أبدا ما عندوش أي تقبل للطرف الآخر. فبالتالي هنا محتاجين إن إحنا نوصل لمفتاح البرهان حتى يتم التخلص من هذا الجدال أو النزاع. طيب، نحن مهتمون بدراسة أهمية البرهان وعلاقة ذلك بالرأي الذي يسنده. فهذه الأداة عملية الأهمية دي بنسميها القيمة، قيمة البرهان. طيب، أنواع المفاتيح أو البرهان هنا اقترح أن هنا في ثلاث أنواع من القيم. القيم البرهان في ثلاث أنواع. البرهان اللي هو المفتاح الرئيسي، وهو النقطة الرئيسية أو المفتاح الرئيسي الذي يرتكز عليه الجدال. يعني هنا اللي إحنا بنبدأ نبحث الجدال أصلاً قائم على إيه؟ إيه هي النقطة الرئيسية التي يرتكز عليها الجدال؟ طيب لو غابت هذه النقطة الرئيسية، فبالتالي النقاش هينهار أساساً. يعني لأن أحياناً، مش أحياناً، كتير بيحصل إن يكون في جدال وفي نقاش وفي على حاجة ملهاش أي أساس من الصح، ملهاش موضوع رئيسي. وكمان المشكلة إيه اللي بيحصل لما بيكون في جدال ما بين طرفين، يبدأ طرف منهم مثلا يتطرق لموضوع فرعي، فبيسيبوا النقطة الرئيسية اللي عليها الجدال وبيتناقشوا ويتجادلوا في الموضوع الفرعي، صح؟ فده بيحصل. فبالتالي هما فقدوا المفتاح الرئيسي أو بعدهم عن المفتاح الرئيسي. ففي الحالة دي النقاش بيحصل له إيه؟ بينهار أصلا من أساسه. فالبرهان اللي هو المفتاح الرئيسي، اللي هو السبب أو النقطة الرئيسية التي يقوم عليها الجدال، دي نقطة مهمة جدا إن إحنا لو وصلنا لها هنقدر نحسم الجدال بشكل كبير، ونقدر نقدم الأدلة. لو إحنا حتى طرف في الجدال، نقدر نقدم الأدلة والبراهين اللي تساعد بشكل كبير في حسم الجدال. فالبرهان قد يكون برهان قوي أو البرهان ضعيف. طبيعي لو البرهان قوي، زي ما قلنا البرهان القوي اللي بيكون من نوع إيه؟ حقيقة. فبالتالي ده بيساعد إن إحنا نخلص الجدال بشكل أسرع. أما البرهان الضعيف فبيخلينا إن إحنا نبدأ نبحث على براهين أخرى لتقوية البرهان. فالبرهان القوي يدع النقاش يدور بقوة ولا ينهار النقاش، أما الضعيف يبدو مهماً أو صحيحاً، يعني يبدأ من وجهة نظر الشخص صحيح ومهم، ولكن له لا يضيف إلا القليل ويمكن إهماله أصلاً. يعني مشكلة إن البرهان الضعيف ده يمكن إهماله، مش هيغير أي شيء في النقاش، مش هيحسم النقاش في أي شيء. فالهدف بقى من هذه الدراسة إن إحنا إنكم تقدروا تفحصوا البرهان بطريقة مقصودة لمعرفة قيمته والتقييم. يعني تقدروا تقيموا إذا كان البرهان ده مفتاح رئيسي أم برهان قوي أم ضعيف. إحنا طبعاً أكيد كلنا هنركز على المفتاح الرئيسي، وبعد كده ننظر إلى البرهان القوي، لكن البرهان الضعيف اللي هو إن إحنا نعمل إهمال أو يمكن إهمال. يبقى إذن الهدف الرئيسي من هذه الأداة هو التمييز وتصنيف البرهان بطريقة متعمدة، أو تقييم البرهان بمعنى أصح. إذا كان مفتاح رئيسي يعني هو القائم عليه النقاش، أم برهان ده قوي فيعتد به ويتم النظر إليه، أم برهان ضعيف فيمكن إهماله. طبعا بالمثال هيبقى الموضوع أوضح. المثال يقول: هل يجب أن يكون هناك اختبارات مدرسية؟ فأكيد منكم هيقول آه نعم، فبيقدم البرهان لو قال نعم. ومنكم هيقول لأ، هيقدم البرهان. أنا عايزاكم أنتوا تقولوا الطرفين، يبقى التحقق من الطرفين، هنجيب رأي الطرفين مع أم ضد الاختبارات المدرسية. طيب، والبراهين اللي هتقدموها سواء مع أو ضد هتبدأوا تصنفوها، إذا كان المفتاح رئيسي أم برهان قوي أم برهان ضعيف. مفتاح رئيسي يعني اللي قائم عليه الجدال نفسه. هديكم برضو دقيقة تحاولوا أنكم تكتبوا الإجابة.
طيب بعد ما بدأتم إنكم تفكروا في الإجابة، يا ريت بعد كده إن إحنا تكونوا كاتبينها أصلاً، يعني أول حاجة بتحقق من الطرفين إنه يجب يكون هناك اختبارات المدرسية. فإذا إحنا وضعنا نفسنا مكان الطرف المؤيد، كتبنا البراهين وصنفنا أو البراهين أو قيمناها إذا كانت مفتاح رئيسي أو برهان قوي أو ضعيف، وأيضاً هنضع الرأي الآخر اللي هو ضد الاختبارات المدرسية أو إن هو لا يرى أهمية وجود الاختبارات المدرسية، أيضاً هيضع البراهين وهيصنفهم إذا كان مفتاح رئيسي أو قوي أم إيه أم ضعيف، وإن الضعيف اللي هو يمكن إهماله، يعني مش هضيف شيء للقضية. المثال الثاني خلينا نشوف هنا النتائج المقترحة إيه. أكيد اللي أنتوا كتبتوه صحيح، بس هنشوف مع بعض النتائج المقترحة. بعض النتائج بيقول إيه إذا مع وجود اختبارات أو مع إجبارية الاختبارات المدرسية، أول شيء يجد المعلم أنهم أو المعلمون إذا مع الاختبارات المدرسية أو أهمية الاختبارات المدرسية، فيجد المعلمون أنهم يستطيعوا أن يدرسوا أو أن يدرسوا أفضل إذا ما وضعوا نصب أعينهم اختبار محدد. فده برهان، هذا البرهان قوي أم ضعيف أم مفتاح رئيسي؟ ده برهان قوي. ليه؟ لأن المدرس يجد أن هم الطلبة هيدرسوا أفضل إذا إيه؟ في اختبار. في ناس بتقول الاختبارات مزعجة جدا، ده ضعيف. في ناس قالت إذا ما كانت المدرسة معتادة على إعطاء الاختبار فعليها أن تستمر، يعني لو المدرسة أصلا مش متعودة أن هي تدي اختبارات فهي تستمر على ذلك، فده ضعيف صح؟ طيب إذا كان هناك اختبار فإن الطلبة يدرسون الموضوع بجدية، وفي الحقيقة معظم الآراء هتقول ده. ففي ناس اللي هتأيد الاختبارات أو إجبارية الاختبارات المدرسية، فقالت إذا كان هناك اختبارات فالطلبة هيدرسوا بموضوعية وبجد، وفي الحقيقة أنهم يعملون بجد أكثر، بجد أكثر لما يكون في اختبارات. ده بقى قوي أم ضعيف أم مفتاح رئيسي؟ فده فعلا مفتاح رئيسي. هتلاقوا معظم الإجابات قالت كده، قالت لما يبقى في اختبارات الطلبة هتذاكر أفضل، فده فعلا مفتاح رئيسي. طب مفتاح رئيسي ده لصالح ولا ضد الاختبارات؟ لصالح الاختبارات. يبقى إذن ده المفتاح الرئيسي اللي ممكن يقام عليه أو يتم تأييد إجبارية الاختبارات المدرسية. وصلت؟ يبقى ده مفتاح رئيسي إن إحنا ما ينفعش أبداً نهمله، ودي حقيقة فعلا، حقيقة نتيجة إيه؟ تجارب كتير. يبقى ده مفتاح رئيسي. طيب ممكن ناس تقول إيه؟ يتعلم الطلبة ما هو ضرورة، يتعلم الطلبة ما هو ضرورة يعني يتعلم أن الطلبة ما هو ضرورة للنجاح، ضروري للنجاح في الاختبارات ولا شيء غيره. يعني إن الطلبة لما بيدرسوا فبيقول بيشوفوا اللي بيجي في الامتحانات هو ده الشيء، الحاجات المهمة، الأشياء اللي بتأتي في الاختبارات فهو ده الإيه، النقاط المهمة. فده فعلا دي حقيقة يعني، فده برهان قوي. طيب في ناس تقول من الصعب احيانا عمل اختبارات لبعض المواضيع، لا ده برهان ضعيف، في مواضيع كتير نقدر نعمل لها اختبارات. في ناس تقول المهارات العمليه صعب ان احنا نعملها، لا بنعمل لها اختبارات عملي. طيب الاختبارات غير عادله بالنسبه للطلبه الذين لا يبذلون احسن ما عندهم في الاختبارات. في ناس او في بعض الاراء تقول ان في ممكن ناس او طلبه بيكون عندهم ظروف، بيكون عندهم ظروف وقت الاختبارات، فبالتالي الاختبارات ما تعتبرش مقياس لمستواهم الحقيقي. دي فعلا كتير من الناس هتأيد الرأي ده. فده يعتبر ايه، قوي ام ضعيف ام مفتاح رئيسي؟ فده يعتبر مفتاح رئيسي ضد الاختبارات، مفتاح رئيسي ده. يبقى اذا معنى كلمة مفتاح رئيسي هنا، المفتاح الرئيسي ممكن يكون مفتاح رئيسي لتأكيد صحة رأي، او مفتاح رئيسي لتأكيد عدم صحة رأي. وصلت؟ فإذا هنا ممكن يبقى المفتاح الرئيسي لصالح رأي أو ضد رأي، أو مفتاح رئيسي ضد رأي، وهو ده اللي بيحسم الجدال بشكل كبير.
طيب خلينا ناخد بعد كده، معظم الطلبة لا يحبون الاختبارات، ده ضعيف طبعا، ده برهان ضعيف. ليه؟ لأن إحنا مش هندخل بقى أو لأنه مجرد رأي، مجرد رأي، موضوع التعليم هنا ما بقاش فيه اختيار. يبقى إذن دي النتائج المقترحة على السؤال اللي إحنا كنا بنقول فيه، اللي هو مع أم ضد الاختبارات أو إجبارية الاختبارات. زي ما إحنا شفنا إن إحنا كده صنفنا البراهين، قدمنا التحقق من الطرفين، كل طرف مع أو ضد قدم الأدلة أو البراهين، وبدأنا إن إحنا نصنف البرهان ضعيف أم قوي أم مفتاح رئيسي. طيب لاحظنا إن المفتاح الرئيسي بيكون البرهان عبارة عن إيه؟ حقيقة. أما البرهان، أما الضعيف فبيكون مجرد رأي. لاحظنا كده ولا لا؟ يبقى إحنا في تصنيفين دلوقتي. التصنيف الأول حقيقة أم رأي. التقييم، يبقى التقييم هوش تصنيف بقى، قوي أم ضعيف أم إيه مفتاح رئيسي. لاحظنا إن القوي بيكون عبارة عن حقائق، الضعيف اللي هو بيبقى مجرد رأي، يعني اختبارات مزعجة، ده رأي، يبقى ده برهان ضعيف. بيكون الأكثر قوة هو المفتاح الرئيسي، لأن هو ده فعلا اللي بيقدر يحسم الجدال، ممكن يحسم الجدال مع أم ضد رأي. يبقى المفتاح الرئيسي ممكن يكون لصالح رأي أو ضد رأي. الآراء التالية إما لصالح أو ضد فرض الضرائب على الأغنياء. يعني إحنا هنا في قضية تم عرضها أو قضية رأي عام إن فرض الضرائب على الأغنياء، فرض الضرائب على الأغنياء. الآراء هنا مع أم ضد فرض الضرائب على الأغنياء. يبقى إحنا فرض الضرائب على الفقراء ده شيء مفروغ منه، وإن إحنا كلنا مع إن هو لا يجب فرض الضرائب على الفقراء، لكن إحنا بنتكلم بقى على فرض الضرائب على الأغنياء بالتحديد. فهنا الموضوع إيه؟ خلاص هيقربنا لوجهات النظر، لأن أكيد لو إحنا قلنا فرض الضرائب وسيبنا الموضوع مفتوح فكله هيقول لا طبعاً إن أنا ضد فرض الضرائب، لأن في ناس ما عندهاش مقدرة مالية إن هي تدفع هذه الضرائب والدخل ضعيف، فهكذا هندخل في نقاش تاني. لكن لا، احنا حددنا فرض الضرائب على الاغنياء. حدد اذا كان البرهان مفتاح رئيسي ام قوي ام ضعيف. يبقى احنا هقدم كده البراهين اللي مع او ضد فرض الضرائب على الاغنياء، وانتم هتقولوا اذا كان هذا البرهان مفتاح رئيسي ام قوي ام ضعيف. طيب فهنا أول برهان بيقول مهما ارتفعت الضرائب فإنه سيكون للأغنياء قدرة على كسب المال لدفعها. هل هذا مفتاح رئيسي أم برهان قوي أم ضعيف؟ احنا هنشوف النتائج بعدين، انتوا بس اكتبوا خلاص، يعني كل واحد يكتب رقم واحد ده ايه صنفه، صنف نوع أو قيم هذا البرهان قوي أم ضعيف أم مفتاح رئيسي، وبعد كده هنشوف النتائج المقترحة. طيب البرهان الثاني بيقول إن مقدار المال المأخوذ من الأغنياء لو توزع على البقية فإنه لن يشكل فرقاً كبيراً، يعني الضرائب اللي تتجمع من الأغنياء دي لو توزعت على باقي الناس مش هتشكل فرق كبير. هل هذا برهان قوي أم ضعيف أم مفتاح رئيسي؟ طيب الغيرة من الأغنياء ليست أساساً جيداً للعدل. الغيرة من الأغنياء ليست أساساً جيداً للعدل. برضو صنفوا. لو كانت الضرائب مرتفعة جداً فلن يتشكل عند الناس دافع للعمل بشكل جاد. يعني لو تم فرض الضرائب على الأغنياء وكانت الضرائب دي مرتفعة جداً فهنا مش هيكون في دافع عند الناس إن هي إيه؟ للعمل بشكل جد، وسيقل دفع الاستثمار لديهم وسيعاني من ذلك المجتمع بأسره. تمام؟ فإذا ممكن ده يبقى سبب مضر لعدم الاستثمار. فهل هذا مفتاح رئيسي أم قوي أم ضعيف؟ في رأي بيقول إن الأغنياء ينفقون الكثير من المال وبذلك يفتحون أعمالا للآخرين. الأغنياء ينفقون كثير من المال وبذلك يفتحون أعمال للآخرين، ده رأي. هل هذا برهان ضعيف أم قوي أم
مفتاح رئيس. بعد ما انتم كتبتم الإجابات هنشوف بقى ايه نتائج المقترح. رقم واحد اللي بيقول مهما ارتفعت الضرائب فانه سيكون الأغنياء قدرة على كسب المال دفعها، ده مفتاح رئيس. ليه بقى؟ لان الاغنياء هم عاملين شركات استثمار، فمهما كانت مرتفعة فهم لديهم القدرة على دفع. ولكن احنا بنتكلم على الايه، الارتفاع المعقول، يعني طبعا مش هتكون الزيادة بشكل مبالغ فيه اكيد، يعني اكيد. فبتكون الضرائب دي عبارة عن نسبة، نسب وتناسب مفترض، يعني ايه، مش بطريقة عشوائية. فده مفتاح رئيسي مع ام ضد بقى، مع ام ضد فرض الضرائب على الاغنياء؟ اكيد مع. فده سبب رئيسي ان هم هيقدروا او لديهم القدرة على دفع، لكن الفقراء لا، ما ليس لديهم القدرة. فده مفتاح رئيس. طيب مقدار المال المأخوذ من الأغنياء لو توزع على البقية فإنه لن يشكل فرقا كبيرا. مين ده؟ رأي، ده مجرد رأي، فده برهان ضعيف. الغيرة من الأغنياء ليست أساسا جيدا للعدالة، برضو مجرد رأي، فده برهان ضعيف. لو كانت الضرائب مرتفعة جدا فلن يتشكل عند الناس دافع العمل الجاد، وسيدفع أو سيقل دافع الاستثمار. اللي هو عايز يستثمر فأكيد هو شخص بيكسب، فبالتالي النسبة اللي هتقعد للضرائب هو هيعوضها في المكسب، فبالتالي ده برهان ضعيف. الإغنياء ينفقون الكثير من المال وبذلك يفتحون أمل الآخرين، فهنا بنسميه برهان قوي. إذن كده قدرنا أن احنا نصنف أو نقيم البرهان إذا كان قوي أو ضعيف أو مفتاح رئيس. طيب المثال اللي بعد كده، مادة الرياضيات صعبة وتحتاج تركيز أكثر من الطلاب، والطلاب في الحصص الأخيرة يقل تركيزهم. لو هنا قلنا السؤال إيه؟ السؤال بيقول إن اختلف معلم مادة الرياضيات مع مدير مدرسته حول جدول الحصص مادة الرياضيات. يعني معلم اختلف مع المدير في جدول الحصص. المعلم المادة يرى إنه من الضروري وضع حصة الرياضيات في بداية العام أو في بداية الدوام المدرسي، وإن هي ما تكونش آخر حصة. ومدير المدرسة لا يرى ضرورة لذلك، يعني قال الموضوع مش هيفرق إذا كانت مادة الرياضيات في أول يوم المدرسي أو في آخره. يعني طيب طرف رأي كل من، أنا عايزاكم برضو تكتبوا رأي كل من المعلم ومدير المدرسة إذا كانت مادة الرياضيات تدرس في أول. المعلم بيؤكد أن مادة الرياضيات تدرس في أو لابد من أن يكون حصة الرياضيات في بداية العام الدراسي، في بداية اليوم الدراسي. ومدير المدرسة لا يرى أهمية في ذلك. طيب محتاجة منكم تكتبوا وجهة نظر المعلم ووجهة نظر أو البرهان اللي هيقدمه المعلم والبرهان اللي هيقدمه مدير المدرسة، وتحققهم أيضا إذا كان مفتاح رئيسي ضعيف أم قوي. أديكم برضو دقيقة ونشوف إيه النتائج. يريد تكتبوا عشان نشوف النتائج المقترحة ونشوف المهارة اللي أنتوا قدرتوا. هل بالفعل كل واحد منكم قدر إن هو يقيم البرهان، يقدر إن هو يضع البراهين المفتاح الرئيسي والبرهان القوي لإثبات صحة وجهة أو يعني نظر كل واحد من الطرفين؟ بعد ما فكرتم هنشوف وجهة نظر المعلم. المعلم يقول إن مادة الرياضيات صعبة وتحتاج لتركيز أكتر، والطلاب في الحصص الأخيرة يقل تركيزهم. ده برهان إيه؟ قوي، ضعيف، ولا مفتاح رئيسي؟ وفعلا مفتاح رئيسي. مادة الرياضيات غير محبوبة من الطلاب، ده برهان قوي، ضعيف، ولا مفتاح رئيسي؟ ضعيف.
أيضا من البراهين اللي قدمها المعلم أنك أنت تضع حصص الرياضيات في آخر الدوام لإرهاقي فقط، ده طبعا برهان ضعيف جدا. طيب بالنسبة للمدير، المدير رأيه أن الجدول قد أعد ولا أستطيع تغييره، ده برهان إيه؟ قوي. بيقول يهمني العدل بين المعلمين وليس بين المواد. العدل إنه فعلا كل معلم بيكونش إيه، لا يفضل أو لا يرغب في أن تكون حصته هي الحصة الأخيرة، فلو خلى مادة الرياضات كلها في الحصص الأولى فبالتالي مش هيكون في عدالة. فده مفتاح رئيسي فعلا اللي بيخلي المدير إن هو يضع الجدول يكون فيه عدالة في وضع الجدول، فده مفتاح رئيسي. أوعدك في العام القادم، ده برهان إيه؟ عشان بقى يقنعه، أوعدك في العام القادم هتكون الحصة دي. ده طبعا ضعيف لأن ممكن هو المدير نفسه يتغير. أي من الآراء السابقة مفتاح رئيسي وأيهما قوي وأيهما ضعيف؟ نفس ما قلنا إن الجدول، إن أول رأي هو مفتاح رئيسي، ثاني ضعيف. بالنسبة للمعلم، أما بالنسبة للمدير يهمني العدل بين المعلمين وليس بين المادة، ده مفتاح رئيسي بالنسبة للمدير. فإحنا بكده خلصنا الدرس كده، بكده إحنا خلصنا هذا الجزء أو انتهينا من هذا الجزء. إحنا تعلمنا في هذا الجزء البرهان أو كيفية حسم جدال أو نقاش، بنقدم التحقق من الطرفين، بنقدم البرهان لكل طرف، وبنميز البرهان إذا كان ضعيف أم قوي أم مفتاح رئيسي. ومن هنا عملية التقييم بنبدأ إن إحنا نرى فين المفتاح الرئيسي، وهو ده اللي بيساعدنا إن إحنا نحسم الجدال في أي نقاش ما بين طرفين. وبكده كده انتهينا، وألقاكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.